ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله صفا مروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن حج البيت وفي ثمر فلا جناح عليه أن يتوف بهم خيرا، وإن الله شاكرا عليم. يا رب يا رب أنت مولانا يا رب، الله اقتدنا كل من حرم من ركن الرحمن، الله اقتدنا كل من حرم من ركن الله، الله إله رضوان يسيقلك يا رحمن، الله الأمرني قبول تجيني يا رحمن، الله إله رك الأمرني قبول تجيني يا الله، الله إله رك من عربي عابد يا رحمن، هذا وجه الدعاء والوسيط لله رك الله من دفر في الدبابنا قانيك يا الله، أدي ممرنا الله تجيانا توفيق لك يا رحمن، عليك من يا الله عابد يا الله، سيهد من يا رحمن، ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة، سبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، قل لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، فلا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. يا عبادك المؤمنين، اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وصلى الله على خير سيدنا محمد. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. يا عبادك المؤمنين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم